بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن تجربة تعيين اللزوجة لسائل. كلنا عارفين ان اللزوجة هي المقاومة التي تلاقيها طبقة من السائل اثناء جريانها مقابل طبقة اخرى، تمام، اللي هي قوة الاحتكاك اللي بتحصل بين طبقات السوائل وبين السطح بتاع الأداة المستخدمة في تعيين اللزوجة. طبعا الأدوات اللي احنا هنستخدمها في هذه التجربة، هنستخدم مصة 10 ميلي، مصة 10 ميلي مع البمب بتاعها. هنستخدم ده الجهاز اللي احنا بنستخدمه في تعيين اللزوجة لسائل اللي هو اسمه فيسكوميتر. فيسكوميتر خلاص. ده هنحتاج بيكر كأس 100 ميلي، هنحتاج ساعة إيقاف، وهنحتاج السوائل المراد تعيين اللزوجة بتاعتها. فهنبدأ بأول سائل وليكن الأسيتون، وليكن الأسيتون. يبقى هناخد أسيتون كده، هنحط شوية في البيكر، وهسحب بواسطة المصة لغاية العلامة هنا اللي هي 10 ميلي، هسحب 10 سنتيمتر مكعب. زي ما احنا شايفين كده لغاية العلامة اهو، وابدأ استخدم جهاز الفيسكوميتر، اكون نظفته جيدا وجففته، وهحط في الانتفاخ الكبير هحط 10 ميلي اهم، هنحطهم في جهاز الفيسكوميتر زي ما اتفقنا ناحية الانتفاخ الأكبر. طيب، وبواسطة البمب نفسه أو المضخة اللي معانا دي أو المصة البلاستيك دي، هنبدأ نسحب السائل من الطرف الآخر. هنركبها كده ونبدأ نسحب. أنت تلاحظ معايا إن في هنا أنبوبة شعرية أهي، في عندي نقطتين، النقطة A والنقطة B. أنا هرفع السائل بمقدار أعلى من النقطة A، من النقطة A زي ما احنا شايفين كده السائل بيبدأ يطلع معايا كده، تمام كده، أعلى من النقطة B، وأشيل إيه؟ وأشيل المصة. هلاحظ إن السائل بينخفض، هحط إيدي كده السائل بيقف، النزول بتاعه بيقف. هبدا امسك ساعة الايقاف واحسب الزمن اللي هيستغرقه نزول السائل من النقطة A الى النقطة B. انا دلوقتي عند النقطة A، هبدا اشغل الستوب ووتش. انا سبت ايدي اهو، ممكن نثبتها في حامل. زي ما انت شايف معايا السائل بيبدأ لغاية ما يوصل للنقطة B، واوقف الستوب ووتش. طلعت 23 سكند، 23 ثانية، 23 ثانية. خلاص، يبقى كده احنا شفنا زمن انسياب السائل الاول اللي هو الاسيتون. طيب، يبقى احنا معانا ورقة اللي بندون فيها النتائج بتاعتنا. هنقول ان عندنا السائل وليكن الماء، وعندنا مثلا الاسيتون. طيب، الزمن اللي خده السائل الأسيتون في الانسياب من النقطة A إلى النقطة B 23 سكند، يعني 23 ثانية. طيب، هنبدأ نكرر نفس الكلام ده مع السائل الآخر، ونشوف الزمن اللي هيستغرق اللي هو المية طبعا، وهنشوف الزمن اللي هيستغرقه نزول المية من النقطة A إلى النقطة B. طيب، هنبدأ دلوقتي مع السائل الثاني اللي هو الماء. نفس الخطوات اللي احنا عملناها في السائل الاول هنعملها في السائل الثاني. ادي الفيسكوميتر معايا، الفيسكوميتر يكون جاف من السائل اللي احنا استخدمناه قبل كده اللي هو الاسيتون، وهبدا اسحب بالمصه 10 ملي من الماء. طبعا لغايه العلامه هنا معايا، وابدأ افضي زي ما قلنا في الجزء او الانتفاخ الاكبر.
كده نكون أضفنا السائل اللي هو الماء وحطناه في الفسكوميتر. هبدأ باستخدام المصة، هبدأ ان انا اسحب السائل من ناحية الطرف الاخر اللي هو الطرف الاصغر، بنركب كده المصة وهبدأ اسحب زي ما احنا اتفقنا، احنا عندنا نقطتين، النقطة A ودي النقطة B. هبدأ اسحب السائل لمستوى اعلى من النقطة A، خلاص يا شباب، واطلع المصة بتاعتي. هلاحظ ان السائل بينزل معايا، هحط ايدي او السبابة بتاعت ايدي على الاعلى الفتحة عشان ابدأ احسب الزمن او الوقت اللي هياخده مرور السائل او انسياب السائل من النقطة A الى النقطة B. هسيب ايدي، ابتدينا الوقت، طبعا هلاحظ ان انسياب الماء من النقطة A الى النقطة B بياخد وقت اكبر من انسياب الاسيتون. احنا هناك في الاسيتون كانت 23 ثانية عشان ينتقل وينساب السائل من النقطة A الى النقطة B. دلوقتي 39 ثانية، يبقى ده الماء زمن الاول 39 سكند. طيب بعد ما انتهينا يا شباب من التجربة عملي وشفنا زمن انسياب الماء من النقطة A الى النقطة B وطلعت معنا 39 ثانية، وشفنا زمن انسياب السائل الاول اللي هو الاسيتون طلع معنا 23 ثانية. طب خلي بالك انت قبل كده ان انت كنت جايب الكثافة بتاعت المية وجايب الكثافة بتاعت الاسيتون. لو تفتكر ان انت جبت كثافة المية طلعت 99/100 جرام لكل سنتيمتر مكعب، يعني تقريبا واحد، وفي الاسيتون كنت جاي مطلعها عمليا 78/100 او 783 من الف جرام لكل سنتيمتر مكعب، جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب هنيجي دلوقتي اللزوجة، القوانين بتاعتنا اللزوجة النسبية. عندي الايتا 1 دي رمز اللزوجة لسائل، على الايتا 2 بتساوي تي 1 دي 1 على تي 2 دي 2. طيب انا عندي الايتا 1 ده هي لزوجة السائل الاول اللي هو الاسيتون، ايتا 2 لزوجة السائل الثاني اللي هو المية، التي 1 زمن انسياب السائل الاول الاسيتون، الدي 1 كثافة السائل الاول الاسيتون، التي 2 زمن انسياب السائل الثاني المية، الدي 2 كثافة السائل الثاني المية. نيجي نعوض يبقى بتساوي تي 1 طلع كام؟ التي 1 طلع معنا 23 ثانية في الدي 1 بتاعته الكثافة بتاعته 78/100 على التي 2 اللي هو 39 ثانية في الكثافة بتاعته 99/100. وبكده جبت اللزوجة النسبية لسائلين، سائل الأول اللي هو الأسيتون، السائل الثاني اللي هو الماء. طب افرض أنا عايز أجيب اللزوجة المطلقة، اللزوجة المطلقة لسائل، وليكن السائل الأولاني اللي هو الأسيتون، فهقول الإيتا 1 بتساوي، أدي الإيتا 1 طرفين يلا في وسطين، بتساوي إيتا 2 تي 1 دي 1 على التي 2 دي 2. طيب عوض يلا، الايتا 2 التي 1 معاك، الدي 1 مع الدي 1 معاك، التي 2 معاك، والدي 2 دي 2 معاك، تقدر تجيب اللزوجه المطلقه لسائل. وبمعلوميه لزوجه الماء اللي هي الايتا 2، ولزوجه الماء يا شباب بتساوي 89/100 بويز، يبقى الوحدة اللي احنا بنقيس بها اللزوجة هي البويز، 89/100 دي لزوجة الماء. يبقى كده اقدر اعوض في العلاقة واجيب اللزوجة المطلقة لسائل بتاعنا اللي هو الاسيتون عن طريق العلاقة زي ما قلت لحضرتك،
إيتا 1 بتساوي إيتا 2 تي 1 دي 1 على التي 2 دي 2. طب احنا عندنا الايتا 2 خلاص معلومة اللي هي 89% لزوجة الماء. التي 1 احنا لسه جايبينها في التجربة من شوية اللي هو زمن انسياب السائل بتاعنا اللي هو الاسيتون، وده كان 23 ثانية. في الدي 1 واحنا عارفين كثافة الاسيتون جايبينها عمليا من التجربة السابقة طلعت معنا 78%. التي 2 وهو زمن انسياب الماء من النقطة A إلى النقطة B في الفيسكوميتر، ودي احنا جبناها طلعت 39 ثانية. والدي 2 ده عبارة عن كثافة الماء واحنا جايبينها عملين قبل كده من التجربة السابقة 99%. يبقى احنا كده هنعوض، هنقول 89% في التي 1 23، في الدي 1 78% على التي 2 اللي هي 39 في عندنا الدي 2 اللي هي 99%، وتعوض عزيز الطالب وتطلع النتيجة معاك. ودي عبارة عن الايتا 1 وهي اللزوجة المطلقة لسائل وهو الأسيتون. وبكده نكون انتهينا عمليا من التجربة بتاعت لزوجة السائل سواء اللزوجة المطلقة او اللزوجة النسبية. ما تنساش عزيز الطالب ان اللزوجة، هراجع معاك بعض المعلومات، اللزوجة هي عبارة عن المقاومة التي يمكن ان يبديها جزء من سائل لسريان مع جزء اخر منه، او المقاومة التي تلاقيها طبقة من السائل أثناء سريانها مقابل طبقة أخرى. ده تعريف اللزوجة. أما تعريف معامل اللزوجة هو القوة بالضايم اللازمة لتحريك طبقة من السائل مساحتها 1 سنتيمتر مربع بسرعة قدرها 1 سنتيمتر لكل ثانية على طبقة أخرى من السائل والمسافة بينهما 1 سنتيمتر. ما تنساش عزيز الطالب زي ما قلنا قبل كده وحدة معامل اللزوجة البويز، تمام؟ ما تنساش برضو احنا لما جينا نقيس اللزوجة استخدمنا جهاز الفيسكوميتر. الفيسكوميتر ده عبارة عن زي ما انت شفت معايا في التجربة عمليا انتفاخين زجاجيين عبارة على شكل حرف U، حيث نحسب زمن مرور السائل سواء السائل الاول او السائل الثاني خلال الانبوبة الشعرية. تذكر عزيز الطالب ان هناك قوة احتكاك مع جدار الانبوبة وايضا قوة احتكاك ومقاومة بين جزيئات السائل. وبكده نكون انتهينا من تجربتنا، تجربة تعيين اللزوجة.